واللي تستنى وفيها الكل تم الاعلان عليها البارح الانترفيو ذي مع الدكتور مصطفى بن جعفر. صباح خير. صباح الخير. مرحبا بك ومرحبا بحزب التكتل على موجاتك في خسفان. دكتور مصطفى، انتم تتشبثوا بفكرة تشكيل حكومة مصلحة وطنية. البارح فما برشا عباد لتوا حتى يبعثوا قبليك على الفيسبوك قولوا شنو هي حكومة مصلحة وطنية. انت بتبع خلافا لأحزاب أخرى من بينها النهضة اللي هي تفضل حكومة وحدة وطنية، هل بإمكانكم في البداية التمييز بكل وضوح بين مفهومين الحكومتين ذوما؟ أولا نحب نذكر وأن المقترح هذا اللي قدمناه وقاعدين نحاولوا باش نقنعوا كل الأطراف به طرحناه قبل الانتخابات وقبل ما نتعرف على نتائج الانتخابات والموازين القوى في داخل المجلس الوطني التأسيسي، بحيث كانت فكرة انطلقت من أن المصلحة الوطنية، وهذا علاش استعملنا كلمة مصلحة وطنية، تحتاج إلى تسير البلاد من طرف فريق اللي يكون متنوع ويجمع أكثر ما يمكن من الحساسيات الفكرية والسياسية حتى نعطي للمجتمع رسالة واضحة أولا في اتجاه التغيير، والحاجة الثانية حتى نتصدى بأكثر نجاعة ممكنة لكل مصادر التوتر. لأن منين يجي التوتر؟ التوتر يجي من الخلافات بين العائلات السياسية، أغلبية تسير ثم أقلية تترصد فيها وتنتقد فيها وتقول لها هذا باهي وهذا خايب إلى غير ذلك، فما اللي يقول حتى تشوش على الأغلبية. احنا السيناريو هذا اللي هو سيناريو تقليدي في كل الديمقراطيات نراو أن الوضع اللي تمر به تونس ما يتحملش مثل الوضعية هذه، لأن الديمقراطية متاعنا ولو عملنا خطوة جميلة يعني يوم 23 أكتوبر الانتخابات هذه الديمقراطية التعددية، لكن في نفس الوقت احنا مازلنا كيف حطينا الحجرة الأولى للديمقراطية، والديمقراطية لم تكتمل، مازال لزمها سنوات والتجارب حتى تولي ديمقراطية تقاليد، وعند ذلك الشكل متاع الأغلبية والأقلية هو اللي شكل طبيعي وعادي. ثم ربما الانطلاق نتاع الشكل هذا ديمقراطيه باغلبيه واقليه باش يجي بعد لا نحطوا الارضيه الصلبه اللي هي الدستور. من هون العام يعني في الانتخابات القادمه تولي التوجهات مختلفه. احنا ماناش ضد السيناريو اغلبيه واقليه لانه كما قلنا موجود في كل الديمقراطيات العريقه الثابته، لكن في الوقت الحاضر نحن ما زلنا في منعرج، ما زلنا نثبت في خطانا، ما زال المسار الديمقراطي بنفسه مهدد باخطار، وهذا معروف حتى اذا كان الانسان يرجع للعديد من التجارب الانتقاليه في الديمقراطيه اللي وقعت في بلدان اوروبا الشرقيه او في امريكا اللاتينيه يعرف ان في المرحله الاولى ما زال المسار مهدد من طرف الناس اللي يشدوا الى الوراء وماذا بهم يرجعوا للنظام السابق ويحاولوا باش يدافعوا على مصالحهم وعلى امتيازاتهم، بحيث هذه المصلحه الوطنيه هي اللي ننطلقوا منها باش نشكلوا حكومه. هذا يعني سميناها حكومه مصلحه وطنيه، اللي هي في رايي ما تتفقش مع فكره حكومه وحده وطنيه، لان وحده تختلف جوستومون، لان وقت يتكلم على وحده وطنيه معناتها جماعه الناس كل احنا هذا الهدف، لكن نعرفوا وان ماهوش ممكن اليوم باش تلم 110 احزاب في حكومه. كذلك نعرفوا ان فما بعض احزاب وهذا من حقهم ومن حريتهم يقول لك لا انا يا اخي انا ما نحبش ندخل في الحكومه هذه، لان فما اطراف اللي انا ما نجمش نتفق معاها، فما حتى الاطراف ما نجمش نشرب معاها القهوه، فهمتني؟ بحيث الوضعيه هذه هي اللي خلاتنا نستعمل عباره حكومه مصلحة وطنية، اللي إن شاء الله نتوفقوا باش نجمعوا فيها أغلب الأطراف، يعني على الأقل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية، وإذا كان ما نجحناش احنا نكونوا حاولنا وضميرنا مرتاح، وإن شاء الله ما فما كان الخير بالنسبة لتونس. هذا ما نتمناوه. جوستومون حكومة وحدة وطنية هي أشمل كما كنت تقول، وهي أيضا بالأساس مصلحة وطنية. فهذا هو ممكن اللي خلى التونسي مش فاهم اليوم الشارع. لا لا الشارع يفهم وقت اللي نفسروا له. هذاك انا تو فسرت، وان حكومه وحده وطنيه
تعني فما خطر داهم على تونس، خطر خارجي ما نعرفش، خطر داخلي، تونس في خطر، يلزمنا العباد الكل نتلموا من الأقصى اليسار إلى أقصى اليمين، لأن يلزم حكومة إنقاذ نجم تقول إنقاذ وطني، هذه حكومة وحدة وطنية. ثم العبارة وحدة وطنية وقع استعمالها في السابق من طرف الحزب الحاكم اللي كان حزب واحد في الحقيقة. يعني هذا علاش تفادينا العبارة متاع وحدة وطنية، لأن فيها العديد من تخلق حساسيات، لكن في نفس الوقت نراوها وأن ما تعبرش على حقيقة الهدف اللي نجم احنا نحقوه في الأيام والأسابيع القادمة. فوالا دونك مش كيما ليزانتربريتاسيون اللي صاروا، بالعكس هي بعيدة على الموديل تاع 99.99%. لا لا بالعكس ولا. لا ماهيش، مش هذا الهدف. هو لو كان 99.99 في الحكومة انا مراش كونه يكون حاجة سلبية في الوقت الحاضر. نرجعوا لفكرة الحزب الواحد. لا لا ما نرجعوش للحزب، هو التنوع المفروض، ثم هو لمرحلة محددة. ثم هذا ما ننساوش فما سوء تفاهم آخر أو مغالطة، قلت شوف تفاهم بشكل بلغة دبلوماسية، اللي كونه فما ناس قاعدة تمرر في فكرة وأن الدخول في حكومة مصلحة وطنية ولا وحدة وطنية كما كل واحد يسميها، والتعامل مع بعض أطراف سياسية اللي تحمل مشروع عنا معاه اختلافات أو خلافات، هذايا معناتها تنكر للمبادئ وتنكر للأهداف اللي ناضلوا من أجلها توا سنوات وسنوات. هذه مغالطة كبيرة، لأن علاش؟ لأن الخلافات اللي عندنا مع بعض أطراف سياسية باش تكون محل صراع فكري وسياسي على مستوى المجلس الوطني التأسيسي عندما سنناقش الدستور. فهالموضوع هذا نحن لن نتنازل، وهذا يعلننا عليه وشيء طبيعي، كانوا 40 سنة وإحنا نظلوا من أجل الحريات والمساواة والديمقراطية، ما نشبش تخلوا عليها اليوم وقت اللي شبابنا معناتها ضحى وحل أفاق جديدة للبلاد باش نبنيه تونس الجديدة. هذا الحكومة ماشي الحكومة اللي باش تعمل الدستور، واضح يزم يكون واضح، وأن الدستور سيناقش بين أطراف سياسية تحمل مشاريع فما اللي فيها متقاربة وفما اللي فيها مختلفة، لكن الحكومة ستسير الأعمال، تسير البلاد، والمطلوب أنها ترسل رسالة طمأنة للمواطنين، للرأي العام الوطني، بما فيه الناس اللي ما زالوا خايفين ومتخوفين من النهضة مثلا، يعني هم مواطنين وعندهم الحق باش يعبروا على احترازات وتخوفات، لكن يلزمنا احنا مطالبين باش نوصلوا لهم رسالة واضحة لطمأنتهم، طمأنة الاستثمار الوطني والاستثمار الخارجي، لأن بلاش بيه ما نجموش نواجهوا التحديات اللي هي موجودة، قضية البطالة، قضية التفاوت بين الجهات، الاستقرار، الأمن، لابد أن نواجه زادها رسالة طمأنة للإدارة التونسية، للجهاز الأمني، للجيش اللي قام كان عنده دور أساسي يعني في حماية مكاسب الثورة. يعني هالأمور هذه الكل تكون أسهل بكثير وقت اللي الاطراف السياسيه تكون في نفس الفلوكه كما نقول. واضح جدا، الاطراف السياسيه الكل في نفس الفلوكه. جوستومون البي دي بي يقول عن طريق السيد احمد نجيب الشابي انه مستعد للمساهمه في حكومه وحده وطنيه، لكنه لم يتم الاتصال به من اي طرف من الاطراف. هل انتم وحلفائكم عاقدون العزم باش تشاركوا مثلا البي دي بي ولا حزب افاق؟ شنو احنا مستعدين؟ احنا مطالبين مش مستعدين. احنا الفكره خل ما نلقاش بلاصتو، ما عيط له حتى حد في حكومه وحده وطنيه، بالك شي عيطوا له في حكومه مصلحه وطنية. لا لا ما فماش هالفكره، مش ما عيط له حد. احنا سمعنا بعض التصريحات مش من الحزب التقدمي فقط، لكن من اطراف اخرى اللي تقول نحن رافضين ان ندخل في حكومه، واليوم الديمقراطيه اكتملت، واليوم تونس لازمها تتسير بأغلبية، ونحن في الأقلية خارج الحكومة، وسننتقدها وسنساعدها إذا كان مشات في الثنية الباهية، وننتقدها ونعارضها إذا كان مشات في الثنية اللي احنا مناش متفقين عليها. هل التصريح هذا جديد؟ أنا ما سمعتوش كونه مع حكومة وحدة وطنية. فما الفكرة الأخرى اللي احنا نراوها ما هيش صحيحة وما هيش سليمة، هو كونه ننادي بحكومة تكنوقراط. وقلنا وأن التصور هذا ماهوش سليم، لأن ماهوش معقول كونه البلاد تعيش ثورة
ثم تقعد عام كامل بعد تجاذبات وتجاذبات وتعمل انتخابات. ثم الانتخابات حسب رأيك دكتور مصطفى بجعف شو المقصود من حكومة كفاءات وطنية وحكومة تقنقراط جستمو؟ لا لا شوف المقصود هو أن ما يلزمناش أولا نحط مرة أخرى مشكل من المشاكل أو قضية من القضايا في موضع الخلاف، لأن احنا ماناش ضد التكنوقراط. التكنوقراط يعني هم كفاءات ينجموا يقع دعوتهم لتحمل مسؤوليات في المناصب اللي هي تليق بهم، لكن اليوم بعد ثورة وبعد انتخابات اللي أفرزت من خلال صندوق الاقتراع أحزاب سياسية وتواجد وموازين قوى جديدة، ما هوش ممكن باش نحطوا هذا الكل معناتها جانبا وكأن عاجزين، كأن الأحزاب السياسية اللي هي تنظر منذ سنوات وسنوات عاجزة باش تتحمل المسؤولية السياسية، لأن اليوم هي بالأساس مسؤولية سياسية تستعين بالكفاءات. ثم في الأحزاب نفسها فما كفاءات، يعني دي تكنوكرات، لكن دي تكنوكرات كي سون ميليتان. يعني الموضوع يلزمنا نحدوه من غير اي مغالطه. ما نجموش اليوم بعد اللي عملنا اللي عملناه، بعد الثوره، بعد الشهداء، بعد الانتخابات، نجيو نقولوا للسياسيين بالله التكاو وقعدوا انتم ناقشوا الدستور هاكا عندكم عوايم باش تكملوه، اما احنا باش نسيروا البلاد تكنوكرات. معنى ستان كونتر سانس كونه نتخلاو احنا كسياسيين عن مسؤولية متاعنا، هي يعني اقتراح متاع عجز ماهوش اقتراح جدي. في نفس الوقت نقولوا السياسيون سيحتاجون الى هذه الكفاءات سواء كان من داخل احزابهم او من خارجها. المهم هي مرة اخرى نرجع كلمة المصلحة الوطنية، احنا اليوم عنا يعني فلوكة تونس نحب نوصلها إلى بر الأمان بأقل ما يمكن من التوترات، بأقل ما يمكن من التجاذبات، بأقل ما يمكن من الانزلاقات، لأن اليوم ما زالت تونس في حاجة إلى أمن، إلى استقرار، حتى تواجه التحديات الكبرى اللي هي موجودة وفي مقدمتها مسألة البطالة، مسألة الفقر، الهشاشة في بالنسبة لعديد المواطنين اللي اليوم ما همش قادرين باش يعيشوا عيش كريم. واضح. فاصل الشريق قصير ونرجع نواصل الحوار مع الدكتور مصطفى بن جعفر في إكسبريسو. أتوتفيت اي بيه صحيح مع الفلاي بوكس باش تخدمها تسهل برشا، برانشي وتحصل على ليني فيكس وكونيكسيو انترنت بالوقت وما فما كان فاتوره واحده. اما ما فهمتش اش زايد عليا. ممتاز يا روشكا، مع فلاي بوكس اورانج منزل كان على فلسه باش تخدمها، اما انت ما تخدم كان بالدزان. فلاي بوكس اورانج برانشيها وتمتع في نهارتها بليني فيكس وكونيكسيو انترنت حتى ل 9 نوفمبر لبل مو تاع 6 شهور يولي ب 117 دينار كاو، وزيد معاهم ليميتي لنوامر اورانج الفيكس والموبيل. راحة البال تتبدل مع أورانج، الحياة تتبدل مع أورانج. إكسبريس إف إم 103.6 تونس 104 فاكس. إكسبريس إف إم إكسبريسو إكسبريسو إكسبريس إف إم إكسبريسو. مازلنا متواصلين مع الدكتور مصطفى بن جعفر، نجدد لك التحية. كنا نتكلموا أكيد، تكلمنا برشا ومازلنا باش نتكلموا أكيد على حكومة المصلحة الوطنية. سؤال هو عقدتوا اجتماع تشاور مع حزب النهضة ومع حزب مؤتمر من أجل الجمهورية، شنو النتائج الأولية للتشاورات هذه؟ والله احنا عملنا لقاءات مع بعض الأطراف، مانيش باش نعددها أنا توا، لكن الرقعة موسعة. المهم هي عملية جز نبض أولي باش نشوفوا شكون أولا المتفق معنا في فكرة حكومة مصلحة وطنية. عندما نتأكد من هذا الوفاق بدون شك باش نمر للمرحلة الثانية، وهو نقاش وحوار حول الظروف، نقول الشروط، الظروف التي لابد من احترامها وتجسيمها لنجاح هذه العملية. وهذه الظروف هذه تتعلق أولا شنو اللي باش نعملوا. الحكومة هذه يزمها عندها على الأقل برنامج مشترك، تعرف اللي كل حزب تقدم للانتخابات بما برنامجه، وإحنا
قعدنا 6 اشهر نحضروا في البرنامج واستعملنا الكفاءات اللي كنت سي وسيم قبيلة تذكر بها اللي هي موجودة في داخل الحزب ومن خارج الحزب. زاد كذلك استنجدنا بالعديد من الاختصاصيين. يعني كل حزب تقدم ببرنامج، لكن لابد اليوم أن نتفق على برنامج مشترك على الإجراءات العاجلة اللي لازمنا نقوم بها في العام هذا القادم. هذا أساسي. شيء ثاني، نتفاهم على توزيع المسؤوليات. يعني لابد من تنظيم للمرحلة القادمة، وهذه لابد منها، لابد من الاتفاق حولها قبل ما ندخل للمجلس التأسيسي ونشكل حكومة، ثم توزيع الحقائب وتوزيع المسؤوليات. وشكون لقيتوا موافق معاكم دكتور مصطفى جعفر في فكرة دجا حكومة مصلحة وطنية؟ حزب النهضة موافق؟ حزب النهضة موافق، مؤتمر مجلس الجمهورية بقطع النظر على التسمية، ما موافق على التمشي. الإخوان في حزب في مؤتمر من أجل الجمهورية زاد كذلك في نفس الاتجاه. شعرنا وأن فما تردد عند أطراف أخرى، لكن ما مازالوا ما حسموش. يسارية لا يسارية، احنا من احنا هذيك الأطراف اللي فهمنا تهم أكثر ممكن التكتل. لا لا مش تهم أكثر التكتل. التكتل مو كل واحد يعني يتعامل مع الفضاء اللي هو متعود يتعامل معه. احنا متعودين، خدمنا في السابق مع الحزب الديمقراطي التقدمي، خدمنا مع حركة التجديد، عملنا معها حتى اتفاقيات في وقت من الأوقات. مسألش عادي. بالنسبة دونك الاتفاقات هذه بالنسبة للنهضة متفاهمين، سي بي ار متفاهمين معكم. جوستومون فما نقطة كي جبت على الأطراف الأخرى اليوم، ممكن كان نحاولوا نعملوا قراءة سريعة، قراءة سياسية سريعة. هل حزب التكتل اليوم يحب يبرز كقوة أهم ممكن من عدد المقاعد عنده؟ خاطر كما قلت أنت أو زيفي، معناتها فما فرق بين المجلس التأسيسي حاجة والحكومة حاجة. هل اليوم حزب التكتل يحب يدخل أكثر ما يمكن، يستقطب أكثر من الأطراف اليسارية باش يكون عنده بوا كبير في الحكومة هذه؟ هو هذا طبيعي ومشروع، وهذا عمل متواصل مسترسل بالنسبة لكل الأحزاب. ما ثماش حزب يوميا ما يحاولش باش يستقطب طاقات جديدة اللي هي ممكن أقرب له، اللي هي أقرب له ما في شك. وإحنا تبارك الله الهامش توليوم ده تعرفوا أن مثلا بالنسبة لنتائج الانتخابات فما نسبة هامة جدا اللي صوتت لقائمات مستقلة أو لقائمات أحزاب صغيرة اللي هي ما كانتش ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي. فما قرابة 45% من المواطنين اللي هم مؤهلين باش يصوتوا ما همش مسجلين كذلك. يعني الهامش متاع العمل مش بشرط. وفما 1,400,000 تونسي ما وصلوش يصوتهم بمقعد. هذا اللي كنت نقول لك، اللي صوتوا على بعض قائمات اللي هي ما هيش ممثلة. يعني هامش التحرك بالنسبة للأحزاب بصفة عامة والتكتل بصفة خاصة يعني هامش عريض. ماناش باش نفكوا الاحزاب اخرى احنا مناضليها ومسؤوليها، مش هذا الموضوع. ربما بعض احزاب اللي قامت بالتجربه بعد 14 جانفي ربما اليوم تستخلص الدرس اللي كونه هالتشتت هذا ماهوش مفيد لا ليها ولا للبلاد ولا للعمل والنشاط السياسي. ربما تفكر في نوع من الاندماج، اندماج بين بعضها بعض، وإلا الالتحاق بأحد الأحزاب اللي هي موجودة اليوم وعندها تاريخ وعندها رصيد. هذا الكل وارد في المستقبل. يعني شيء طبيعي كون التكتل، ونتصور وأن الموقع متاع التكتل اللي كان دائما محوري، نذكر وأن 9 أشهر وإحنا نادي ونقول لنا منافسون في تونس وليس لنا أعداء، والناس تضرب في بعضها بالكرتوش، وإحنا نقول يا أولادي راهو تونس الجديدة يزمنا نبنيوها على قاعدة جديدة. القاعدة جديدة مش فرق تسد كما كان يعمل بن علي ومن معه، بل بالعكس مصالحة وطنية مع احترام حق الاختلاف، لأنه مبدأ أساسي في الديمقراطية احترام حق التداول السلمي على الحكم، وهذا زاد مبدأ قار في الديمقراطية. لكن في نفس الوقت نوليو توانسة نتفاهموا، نتخاصموا، نتعاركوا، نختلفوا، لكن نخليه دائما المجال لأن نعيش تحت سقف واحد، ولأن في نهاية الأمن في نهاية الأمر تونس فوق الجميع، تونس للجميع بدون أي إقصاء، وتونس فوق الجميع. يزمنا في بعض المحطات يزمنا نفكر في المصلحة الوطنية أكثر من المصلحة الحزبية أو الذاتية.
غدوة كحسب التكاتر ممكن يكون قوة إلى توضيع ينتوكا في الحكومة هذية في حكومة مصلحة وطنية. وفما فكرة قاعدة تتروج في وسائل قريبة منكم دكتور أنكم ممكن ما تقبلوش بغير رئاسة الحكومة بتبيع حكومة المصلحة الوطنية، هل هذا صحيح ولا؟ طيب هذا باش نبدأ الحديث في المصلحة الوطنية بالفيتو أما تعطيني كذا لا هو باش أعطيكم فكرتين تعرف الفكرة الثانية اللي تتروج هي بالنسبة لرئاسة الدولة هل جينا توا هذه توزيع المسؤوليات باش يجي وقت اللي باش يقع الحوار حوله بين الاطراف اللي هي مشاركه. احنا ماذا بينا الاسلوب ولا البيداغوجيا نتاع التمشي ما نعملوش الحصيره قبل الجامع. ما ننساوش وان المجلس التاسيسي نهار اللي باش يجتمع باش ينتخب رئيس للمجلس الوطني التاسيسي ثم باش يعمل نظام داخلي ثم باش يعمل نظام لتوزيع المسؤوليات هذايا زاد ما ثم باش ينتخب رئيس دوله ورئيس الدوله هو اللي باش يعين رئيس الحكومه. هل المسلسل هذا يلزمنا نحترموا التوقيت نتاعو ما نجيوش نبداو من تالي يعني نعينوا شكون وزير الاول ونعينوا شكون رئيس الدوله يولي وزير الاول هو اللي عين رئيس الدوله يعني دخلنا في لخبطه بالنسبه ولكن هذا كله يصير في الكوليس لا لا مش كوليس فما حوار لكن باكيج كما يقولوا معناتها حاجه منظومه كامله منظومه كامله يلزم الاطراف اللي هي باش تشكل الحكومه واللي هي عندها اغلبيه مريحه في داخل المجلس الوطني التاسيسي تتحاور وتتفق على شكون في كل منصب وان شاء الله نختاروا الرجل او المراه الملائمه في المنصب الملائم يعني ما مش هذا المشكل يعني توا كما قلت لك اولا الاتفاق حول فكره تشكيل حكومه اللي تجمع اغلب الاطراف ثم باش يقع البرنامج المشترك لان شنو اللي باش نعمله ثم توزيع الحقائب وتوزيع المسؤوليات. ولكن حسب هذا قد نشوفها حاجة عادية أنه القوة اللي تحصلت على أكبر عدد من الـ من الـ من الأصوات هي اللي تشكل حكومة. دونك هذاك عليه قالوا يقدموا اسم سي حمادي جبالي لرئيس الحكومة. هل اليوم كي نجيو نعملوا الفرق اللي هو تفريق صحيح وفي بلاصته بين المجلس الوطني التأسيسي حاجة والحكومة حاجة ونشوفوا أنه اللعبة السياسية اللي انطلقت فيها كي دوبونغيغا طرق فيها حزب التكتل وممكن باللعبة هذه السياسية يكون هو اقوى قوه معناتها في الحكومه هذه هل وقت ما نوليوش باللوجيك اللي استعملها حزب النهضه نوليو هذاك عليه السؤال نوليو نقولوا ممكن سي منصور بن جعفر هو رئيس الحكومه يولي هذاك عليه في لوغيزونمون مره اخرى فما ثلاثه مسؤوليات اللي هي ترمز يعني للحكومه وللسلطه واحنا نقولوا فهالموضوع هذا نتاع ثلاثه مسؤوليات رئيس الدوله رئيس الوزير الاول او رئيس الحكومه حسب يعني كيفاش باش نسميوه حسب التسميات رئيس المجلس الوطني التأسيسي هذه يلزمها تكون رسالة واضحة للرأي العام الوطني والدولي وللثورة ولشباب الثورة يلزم رسالة واضحة في اتجاه التغيير واضحين نحن هذا واضح هذا واضح لكن توزيع المسؤوليات لابد نشوفوا شنو هما الأهداف اللي نحبوا نحققوها ونحطوا في كل بقعة الرجل أو كما قلت لك المرأة الملائمة المناسبة لك الموقع هذاك لتحقيق الأهداف اللي هي الأهداف أولا التغيير لابد من طي صفحة الماضي شيء إلى حد الآن قعدنا دائما في المرحلة الانتقالية وحنا نقدمه بخطوة نوخر بخطوة إلى غير ذلك نعرفوها فما برشة ذبذبة في وقعت في المرحلة الأخيرة. شيء ثاني الأمن الاستقرار إعادة الحركية للاقتصاد التونسي الإجراءات العاجلة لمعالجة مشكلة البطالة إشارات واضحة للجهات المحرومة والمهمشة اللي كونوا باش نعتني بها بشكل خاص في هالمرحلة القادمة وضع أسس ربما لإصلاحات هامة في المستقبل لكن مادامنا في العمل المشترك قضية الإصلاحات الجذرية اللي احنا نتمناه وكونوا نبدأوا فيها لكن كل واحد يشوف في الحزب نتاعو شنو هي الاصلاحات الجذريه اللي لازمنا نبداو فيها يعني لابد من حوار للاتفاق حول ماذا سنعمل اللي ما يكونش متناقض مع خيارات هذا او خيارات ذاك لكن هذا هو العمل المشترك. عند ذلك شكون رئيس حكومه شكون رئيس دوله شكون وزير الخارجيه شكون في الدفاع شكون في الداخليه القضايا هذه نتاع الوزارات وزارات السياده هذا الكل يقع مناقشته في اطار فلسفه المصلحه الوطنيه ورسالة الطمأنة اللي لازمنا نبعثوها لكل الأطراف لم يقع مناقشته حتى التوا معناها لا مازلنا مازلنا واضح جدا هل اليوم
معناتها انت كدكتور مصطفى بن جعفر والحزب ايضا حزب التكتم متخوفين من ان تلقوا انفسكم في وضعيه تستحوذ فيها او يستحوذ فيها حزب حركه النهضه عن اوسع صلاحيات في الحكومه والمجلس التاسيسي بتبيعه والمسار الانتقالي. هو مش تخوف، هو هذا يلزم ساعه نتفقوا في التشخيص. اليوم رقميا حركه النهضه عندها يعني قصة الأسد كما يقولوا في المجلس الوطني التأسيسي، لكن سياسيا يظهر لي كل الأطراف، وهنا مرة أخرى نرجع إلى فلسفة المصلحة الوطنية، كل الأطراف لها موازين متقاربة سياسيا. شنية النتيجة متاع هذا؟ اللي كل طرف هو في حاجة للطرف الآخر، بحيث المفاوضات والحوار سمحني باش نقول الكلمة باش يقع من ند لند. البارح قلناها في الندوة الصحفية، يعني ماناش داخلين طالبين شكون يصدق علينا حويجة، بالعكس. وأنا شعرت في لقاءاتي مع حركة النهضة وأن فما احترام متبادل وما ثماش تغول متاع أي طرف كونه يحب يفك ويحب يحوز كل شيء. وقتها إذا كان العقلية هذه وقتها نرجعوا للسيناريو اللي أنا نراه ما يخدمش المصلحة الوطنية في الوقت الحاضر. هو انت عندك أغلبية، اعمل ما تحب، واحنا هنا نقوم بدورنا في المعارضة، وهو سيناريو تقليدي لكن راه وانه لا يتناسب مع الوضع اللي تمر به تونس، بحيث الجو المناخ اللي قاعد يقولوا يقع فيه التفاوض والتحاور مع الأطراف السياسية هو مناخ مريح في احترام متبادل وفيه شعور يعني متقاسم عند كل طرف، وأنه هو في حاجة إلى الآخر، لأن كل طرف له وظيفة وهي وظائف متكاملة. احنا وجود التكتل في الحكومة، التكتل ما عندوش ربما عدد كبير ياسر من المقاعد، لكن عنده رصيد نضالي، عنده صورة لدى المجتمع لكونه حزب محوري، حزب معتدل، حزب يدافع على القيم اللي هي تتناسب مع القيم اللي يطمح لها الشعب التونسي. يعني احنا عندنا موقع محوري سياسي، عندنا علاقات دولية، عندنا صورة لدى الرأي العام الوطني والدولي متاع حزب جدي. هذا الكل رصيد ربما ما تنجمش ترقمه على مستوى المقاعد، لكن هالرصيد هذا ينجم يتحط في خدمة المصلحة الوطنية، كما رصيد النهضة ورصيد مؤتمر من أجل الجمهورية، كما التقدمي، كما التجديد أو غيره من الأحزاب، وثم المجتمع المدني. احنا مانيش موجهين فقط للأحزاب، مكونات المجتمع المدني اللي كيف تبدا تدعم هالفكرة هذه متاع حكومة مصلحة وطنية تكون تخلق مناخ جديد اللي نتلهاو بالرسمي ونحيو القضايا الهامشية مدة سنة حتى نقطع بفلوك تونس، يعني العواصف هذه اللي مازالت تهدد تونس، ونوصلوا إلى بر السلام. واضح. بشوصوا بن سليم، هل توما جستمون اليوم مطمنين تماما الاطمئنان على احترام الحريات الفرديه بالكامل معناتها في المستقبل؟ بتبيع توما يظل يتعزموا على الشيء هذايا وموا طيله المسار الانتقالي معناتها؟ هو حاجتين، الحاجه الاولى احنا سندافع على ما كنا نؤمن به وما زلنا نؤمن به وسنؤمن به، قضيه الحريات، الديمقراطيه، المساواه، القيم الكونيه. احنا تعرف اللي من مؤسسي رابط حقوق الانسان، المجلس الوطني للحريات الى غير ذلك. مانيش باش نعاود نرجع بالتوالي باش ناكد، لان التكتل لن يتنازل بالمره مهما كانت الظروف ومهما كانت التضحيات عن مبادئه وعن اهدافه. هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي التخوف اللي نراوه في بعض الاحيان مبالغ فيه من ان حركه النهضه باش تتراجع في المكاسب. ما معنى ذلك؟ أن الخطاب اللي قاعدة تقول فيه هي رسميا وحطته في البرنامج متاعها المحافظة على المكاسب ومضامين يعني مجلة الأحوال الشخصية، قالوا هذا خطاب مزدوج. يا سيدي هاو عندها امتحان اليوم حركة النهضة كما كلنا، احنا بيدنا في امتحان في مسألة الديمقراطية. أخي احنا كديمقراطيين ما قمناش بتجاوزات في المحطة هذه الأخيرة قبل الانتخابات وفي الحملة وقبل حتى الحملة، ما عنا زاد ما يلزمنا نعمل نقد ذاتي. فما أطراف تدعي أو تقول اللي هي ديمقراطية ومحسوبة على الفريق الديمقراطي قامت بتجاوزات من 14 جانفي إلى 23 أكتوبر. حركة النهضة باش تكون هي كذلك أمام امتحان أمام الرأي العام، هل ترى الكلام اللي قاعدة تقول فيه والتطمينات اللي قاعدة تقدم فيها، يا هل ترى كلام صحيح
وسينطبق على الواقع، وإلا الكلام في جهة والعمل في جهة أخرى. يا أخويا نخليوا لها المجال باش تبرهن على حسن النية، ونعطيو فيها البريجوجي فافورابل كما يقولوا، ثم كيف نكونوا كلنا فرد فلوكة باش نوليو اولا نراقبوا بعضنا ونحميوا بعضنا، لان حتى حد ما هو قادر على تجنب كل الاخطاء. اما كيف نبداو من برا مش كما نبداو من الداخل. دكتور مصر بن جعفر، نختموا بسؤال بيناتنا، بيني وبينك برك، حد ما يسمع فينا، فما شكون يعتقد انكم ممكن تقبلوا برئاسة الجمهورية اذا تم الاتفاق على صلاحيات اوسع للرئيس المؤقت مما كان يتمتع به بطبيعة سيد فؤاد المبازع؟ هل هذه الفكرة واردة؟ هل ممكن انت الرئيس القادم اكثر اسم يتداول وعنده حتى من قبل ما نعرف شكون القوى اللي بتكون متواجدة في المجلس التأسيسي؟ والله صدقني انا نشعر باعتزاز كبير كونه فما يعني شبه اتفاق حول الاسم متاعي، لكن هذه مرتبطة باشياء تنظيم السلطات. احنا في التكتل، وهذا يعرفوه الأصدقاء متاعنا والناس اللي قاعدين نتحاوروا معاهم، يعرفونا في السابق ويعرفونا في عديد المراحل اللي كان كنا قابلين باش يقع التزيين بينا ونستعمل باش نشدوا سترابونتان ونحضروا كان في الحفلات الرسمية. يعني رانا قبلنا من قبل، من وقت الزعيم بورقيبة ولا حتى من بعد السيد اللي جاء بعده، فهمتني؟ احنا نريد أولا الاتفاق حول تنظيم فيه توازن السلطات والتفريق بين السلطات. هذا في البرنامج متاعنا موجود، وفي الأهداف متاعنا، وفي المواقف متاعنا القارة باش نعملوه مهما كانت المسؤولية اللي باش نتحملوها. مصلحة تونس تستدعي كونه اليوم فما توازن في السلطات التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة مهما كان الشخص. بعد إذا كان في الاتفاق نراه أن مصطفى بن جعفر يكون أفضل في رئاسة الحكومة أو أفضل في رئاسة الدولة أو في رئاسة المجلس التأسيسي، هذا كما قلت ما نسبقوش الأحداث وما نحطوش أصدقائنا في اللي قاعدين نتحاوروا معهم، نحترموهم لأن شيء يلزم يخرج من اتفاق. وهذا علاش لمنا في بعض الحالات نوع من التسرع في تحديد المسؤوليات، وانا باش ناخذ كذا والاخر باش نعطيه كذا. هذا ماهوش وارد بالنسبه للتكتل، ماناش قاعدين نوزعوا في المسؤوليات. نحن نبحث على الحل التوافقي بين الاطراف التي تقبل ان تتحمل مسؤوليه تسيير تونس في هذا الظرف الحرج الدقيق، وباش نوصل مره اخرى تونس الى بر الامان ان شاء الله. وانا بالطبع باش ما يقعش غموض، يعني مستعد لتحمل اي مسؤوليه بما فيها المسؤوليه اللي اشرت لها. بارك الله فيك. بارك الله فيك انت دكتور مصطفى بن جعفر. بون فون، الفكره هذه التوانسه قاعدين يتعرفوا عليها اكثر، دونك حكومه مصلحه وطنيه ممكن هي الطريق السالم، ممكن هي تنجم توصل تونس لبر الامان. احنا برشا مرات نقدموا مقترحات وافكار، من الاول يقع هكا مواجهتها ومجابهتها والهجوم تهجم عليها، لكن في نهايه الامر تطلع هي الافكار الصحيحه. كما كنا ضد الاستفتاء، كما كنا ضد تنظيم انتخابات رئاسيه معناتها مباشره بعد هروب الطاغيه، لكن في نهايه الامر الافكار اللي قدمها التكتل تنتهي بالاحراز على الاتفاق والوفاق، وهذا اكيد اللي باش نشوفوه في الايام القادمه. بارك الله فيك دكتور مصطفى جعفر.